جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ قراءة المأموم في الصلاة السرية للفاتحة أمر واجب، وقراءة غير الفاتحة الركعتين الأوليين بعد الفاتحة مستحب. أما القراءة الجهرية فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم، والحمد لله. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب مالك، أنه في الصلاة السرية تجب الفاتحة على الإمام والمأموم، وأما في الصلاة الجهرية فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه. وإن حصل في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة فهذا أحسن وأحوط. نعم.